السلام عليكم، مرحبا بكم على سلامتكم خياتي في قناتي كوزيلا لا فاطمة دي زاد. نرحب بالجميع، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا راني لاباس الحمد لله. اليوم خياتي حبيت نشارك معكم هذا التحضير تاع الفلفل المرقد. كيما راكم تشوفوا هذا هو وقته، رانا في وقت الخريف ويكون بكثره، يعني ماذا بيا نشارك معكم هذا التحضير باش تعم الفائده، وان شاء الله اللي ماشي مضاري ينجح له هاد التحضير وهاد الوصفه مجربه، يعني مسينين يعني هذه وصفه قديمه بزاف ومن بكري نديروها هكذايا. ماذا بيا ان شاء الله تجربوه وتكتبوا لي تعليقاتكم اسكو نجح معاكم ولا لا. لا نروحوا للتحضير خياتي. هنايا كيما كنت تشوفوا وجدت شويه الفلفل هذا الاخضر هذاك الصغير، قلت لكم راه وقته نوجد شويه زروديه ونوجد الاعشاب اللي هما كزبر حب وزعتر فوالا وزريعه البسباس. هادو كامل نستعملهم في التحضير تاعي باش ينجح لي ويجيكم بزاف شباب وبنين. فوالا كيما راكم تشوفوا خياتي، هنا حنجيب لكم درت لكم وصفه تاع كونتيتي كبيره. ودي هذا وجدت قرع تاع قرع عاديين تاع ماء سعيده، ماء يعني معدني حضرت فيه باش ندير كميات كبار تاع الفلفل الحار. فوالا خياتي، من بعد ما نغسله ونخليوه يقطر مليح حتى ينشف، نجيب الفلفل ديالي كيما راكم تشوفوا نتقبو غير بشويه غير بالموس هكذا، ينفتحو هكذا غير شويه ولا نتقبو برك ونديرو في القرعه. فوالا نعمر القرعه مليح، وفي النص ندخل حبات زروديه مقطعين على زوج وندخلهم هكذايا كيما راكم تشوفوا. نحط حبات زروديه، زروديه راح تقعد لكم مقرمشه، ما من الفلفل يقعد لكم مقرمش يجيكم يعني هايل، ما يدبلش كيما نشوفوه في من داك في الحوان تيجي هكذا شغل خاسر. ولا هاد التحضير يعني اكيد راح ينجح لكم. قلت لكم معتمدينه من زمان، يعني من بكري كنا تحضروا يما، تحضروا من بكري. الوغ حبيت نقسم معكم هذا التحضير. فوالا خياتي كيما راكم تشوفوا، نعمروا القرعه حتى يعني حتى الفم نعمروها مليح، ما نخلوش كامل لي سباس. نديروا الفلفل ونديروا زروديه حتى الفم القرعه. هنايا نبدا ندير في الاعشاب اللي هما قلت لكم قزبر حب حب، يعني راح يعطي لهم واحد المذاق بزاف بنين، واحد الرائحه تاع الصح مخلل يعني يجيكم. فوالا نديرو هنايا شويه تاع الكزبر حب. فوالا فرغوها، استعينوا باللمبوط ولا بيدكم الا قدرتو، انا ندير باللمبوط باش ما يطيحليش في الارض. فوالا هنايا زدت زريعه البسباس كيف كيف، راح تعطيكم واحد الكو ويعني يكون صحي. ميم كي تاكلوه ما تاكلوش غير الفلفل وحده، ميم الاعشاب هادو يكونوا صحيين ليكم. فوالا ومن بعد تكملوا تزيدوا ديروا الفلفل، تكملوه قلت لكم حتى للفم، ما تخلوش كامل فراغ باش ينجح لكم. فوالا تحركوا هكذا غير شويه باش يتزربعوا هذوك الاعشاب. فوالا هنايا وجدت الثوم، الثوم تحبوها مقشره ولا بقشورها؟ انا نديرها بقشورها عادي. نعرفوا الثوم عندها فوائد كبيره وكثيره، يعني تعطيلو المذاق، تعطيلو بزاف واحد الريحه تجي كي ترقد الفلفل، ما هي شغل تترقد معاه وتعطيلو واحد الكو ورائحه بزاف شابه. فوالا نكمل كامل الحبات تاع الثوم هكذايا، فوالا هاد القرع راح يسهلوا عليكم يعني العمل، وعندهم مكان يعني ما يدوش المكان بزاف كي ديروا كونتيتي كبيره، راح تلقاو لهم مضرب وين تحطوهم، ما حش يدوا البلاصه كيما هذوك البلارات الكبار. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا، انا درت الفلفل قلت لكم حتى الفم القرعه هكذا يا خياتي. هنايا كنت زدت 3 مغارف تاع ملح وربع القرعه تاع الخل. شفتوا القرعه ماشي نصف ديالها، ربع ديالها ديروه خل. قلت لكم وزوج مغارف ولا 3 تاع ملح ومغرف سكر، ومن بعد نكملوها بالماء. سمحوا لي هنايا ما بينت لكمش الفيديو مليح باسكو راح لي هكذايا. قلت لكم ربع ديالها خل
واللي بقى كامل ما ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فوالا خياتي هكذا تعمروا كامل القرعه، تحركوها غير شويه تشوفوا باللي الماء دخل كامل في الفلفل، صافي نقص شويه كملوه دائما بالماء هكذا. يا شوفوا عمروها حتى للفوق حتى للفم القرعه هكذا. يا شوفوا هذوك الاعشاب كيفاش طلعوا، راح يجيكم منظر شباب والكو تاعو يعني روعه هكذايا. هنا نزيد واحد ربع مغارف تاع زيت زيتون ولا زيت نباتي عادي، زيت لي كان متواجد عندكم يعني زيت راح دير طبقه يعني ما يدخلوش كامل الهواء، تضمنوا باللي راح ينجح لكم. زيت زيتون ولا زيت سونغو عادي يعني هكذايا، ديروا ربع مغارف يعني ثلاثه قد ما كان عندكم ليسباس بين الفم القرعه والبوشون ديالها، ديروا زيت هكذا. شوفوا كيما تشوفوا هنايا نغلق، نغلق مليح ما نديرو لا ساشي لا والو، نغلق مليح هكذايا نحركو غير شويه باش تشوفوا الا كان نقص الماء تكملوه، لازم تعمروها حتى للفوق هكذايا. نحطوه في مكان في الكوزينه ولا في مكان وين عندكم ليسباس، خبيوه 15 يوم ولا 20 يوم تشوفوا تغير لونه، ثم تقدروا تبداو تستهلكوه. فوالا هنا خياتي هذا هو الشكل الاخير ديالو، من بعد ما خليناه 15 يوم حتى ل 20 يوم تبداو تستهلكوه فيه بصحتكم بصحه ولهنا ان شاء الله. هذه العولة تاع تاع الشتا كامل يعني، قلت لكم كما سبق وذكرتكم باللي هذا هو وقته تبروفيتيو فيه، باسكو ديجا الفلفل يعني حاجه مليحه ويجيب الشهيه سقطو هذا المرقد، يفتح الشهيه اللي ما عندوش الشهيه، ويعني فيه فيتامين سي يليق غير في الشتاء يعني مع الاكلات ديالنا الجزائريه يعني هذا واش يليق. هنا خياتي حبيت نوريكم كيفاش كان اللون ديالو من قبل ما يترقد، باسكو انا مزال يعني نخدم فيه، انا نحبو بزاف والعائله تاعي تحبو، الوغ ندير كونتيتي كبيره. فوالا شوفوا كيفاش كان خضر، شوفوا كيفاش رجع يعني ما شاء الله، يجيكم يقعد هكذا فريش كيتقرمش ما مزرو ديال تقعد هي هي يعني، يعطي لها واحد الكو واحد المذاق، مام هذاك الكسبر الاعشاب هادو كامل يعني تستهلكوهم عادي. فوالا خياتي لحقنا نهايه الفيديو، كنت حابه برك نشارك معكم هذا التحضير تاع الفلفل مادام رانا في وقته بروفيتو. تاني قلت لكم تحضير هذا وصفه قديمه من بكري نديروها يعني تاع يما العزيزه، هي اللي كانت ترقد بزاف هكذا الفلفل حار، قلت لكم كل خطره نشارك معكم نوع من انواع الفلفل للترقاد. المره الجايه ان شاء الله اذا كان اذا كنا ملحيين نشارك معكم فلفل حار مشوي. فوالا خياتي ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى لكم كل خير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده كما العاده، ومع السلامه.